من هي زوجة أبي الفضل العباس عليه السلام؟ لم أسمع أحد الخطباء أو المداحين تطرق إلى ذكر هذه السيدة الطاهرة. ما دفعني للخوض في غمار الروايات باحثة عنها، وهي السيدة لبابة بنت عبيد الله ابن العباس. كانت من الموالين لأمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث كانت زوجة العباس الوحيدة، لم يتزوج بغيرها، وأنجبت له 5 أولاد وبنت واحدة، هم الفضل وعبد الله والمحسن القاسم ومحمد. أما القاسم بن العباس فقد استشهد بين يدي الحسين يوم عاشوراء. ويذكر أن السيدة لبابة شهدت واقعة عاشوراء كاملة، وكانت مع ضمن السبي الأموي، وكانت قسيمة أم الأحزان زينب عليه السلام المصابة الأليم، حتى سلبها حزنها الروح وماتت وعمرها الشريف 28، وقيل 25. فبقي أبناء العباس أيتام الأب والأم بوصاية جدتهم الطاهرة أم البنين، إلا أنها توفيت بعد 2 سنين من واقعة عاشوراء، فتولاهم الإمام زين العابدين. عاشوا في كنف المعصوم، استقوا من علمه وعمله، وكان كلما دخل أحد أبناء العباس على الإمام السجاد قام من موضعه والدموع تملأ عينيه وينادي: أنعم بمن أوفوا عهد الله إذا عاهدوا. زوجة الإمام العباس عليه السلام هي لبابة بنت عبيد الله، وكانت من الموالين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت الزوجة الوحيدة لأبي الفضل العباس عليه السلام، ولم يتزوج غيرها أبدا. أنجبت السيدة لبابة عليها السلام لأبي الفضل العباس 5 أولاد، وهم الفضل وعبد الله والمحسن والقاسم ومحمد. القاسم عليه السلام استشهد بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام في واقعة الطف، وهذه السيدة كانت حاضرة وشهدت معركة الطف بأكملها، وكانت مع بنات الرسالة ضمن السبي الأموي، وتقاسمت الحزن مع السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام حتى توفيت بسبب الحزن، وكان عمرها الشريف من توفت 28، وروايات أخرى تقول 25. أولاد أبي الفضل العباس عليه السلام عاشوا أيتام الأب والأم مع أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام، وبعد 2 سنين من واقعة الطف توفت أم البنين عليها السلام، ومن توفت عاشوا مع الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخذوا من علمه وعمله، وكان كل ما واحد يدخل من أولاد أبي الفضل العباس على الإمام زين العابدين عليهم أفضل الصلاة والسلام يقوم زين العابدين والدموع تارس عينه ويقول: أنعم من أوفوا بعهد الله إذا عاهدوا. هو هذا مطلبي ومن الله ريته، من زماني محلفي العباس بيختم.